الباحثون السوريون سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. نحن والأبطال، في كل قصة بطل وفي كل قصة عبرة. البطل في الحالة العامة هو الشخص الذي يعطينا الطريق والحكمة. السؤال الأهم، هل يجعلنا الأبطال أذكى؟ بنظرة سريعة داخل عقول الأبطال والأساطير والمضطهدين، سأحاول الإجابة على هذا السؤال. في كانون الأول الماضي توفي الأسطورة نيلسون مانديلا، وحينها شاهدنا الجماهير تعاني من مشاعر مختلطة من الخشوع والأسى. ومن هنا يتبادر لنا سؤال مهم، لماذا نؤله الزعماء الأبطال العظام؟ الجواب، إن الأبطال يقدمون لنا الإلهام والأمل، ويجعلوننا نصبح أكثر ذكاء، حيث يستطيعون تحسين نظرتنا إلى العالم ويعلموننا الدروس في مسيرة حياتنا. بيّنت الأبحاث أن الأبطال ينقلون لنا الحكمة من خلال 4 طرق. أولاً، يعلمنا الأبطال التعامل مع الأزمات. في 2007 تلقى ويسلي أوتاري عامل بناء إشادة دولية عندما أنقذ حياة شخص غريب من قطار مترو نيويورك. شاهد أوتاري سقوط رجل في مسار مترو الأنفاق، وكان القطار يقترب، وأدرك أنه لا يملك الوقت الكافي لتحريك الرجل من على مسار القطار، وأخذ قرارا شجاعا بالاستلقاء على الأرض فوق الرجل الغريب بين قضبان القطار ليحميه من أي إصابة ممكنة يتعرض لها جراء مرور القطار، وهكذا يمر القطار فوقهما على حد سواء. نصف بوصة كانت تفصل أوتاري عن المعاناة من إصابة خطيرة أو الوفاة. بعد هذا العمل تلقى أوتاري مئات رسائل الشكر، حيث قام الناس بشكره لأنه علمهم بهذا العمل الذي قام فيه كيف من الممكن أن يعيش الإنسان حياته، وكيف يجب عليه أن يتصرف في الحالات الطارئة. أوتاري وغيره من الأبطال غير المعروفين يعلموننا ماذا يجب أن نتصرف، وما هو الشيء الصحيح الذي يجب علينا فعله عندما نواجه تحديا في الحياة. هم يقدمون لنا سيناريو العمل البطولي لعالم متعطش لمثل هذه السيناريوهات. ثانيا، قصص البطولة توضح لنا حقائق حياتية متناقضة. يناقش ريتشارد روهر مرشد روحي إن قصص الأبطال مليئة بالحقائق الحياتية المعقدة، حيث إنه من المستحيل للإنسان فهمها في حالة لم نوضح له أنها قصة بطل. العديد من الحقائق هي أسرار عن نمو وتطور البشر. مثال، في قصة البطل، البطل لا ينمو كشخص حتى يواجه تجربة الفشل. كتب جوزيف كامبل كمقاربة لهذه الفكرة مقولة، حيث تتعثر هناك يكون كنزك. الحقائق الحياتية المتناقضة في قصص الأبطال تشمل من الحكمة ترك منزل لنلاقي منزلا، يجب أن نخسر أنفسنا لنلاقي أنفسنا، يجب أن نستسلم حتى نقدر أن ننجح، يجب أن نتخلى عن شيء مهم حتى نحصل على شيء مهم. ثالثا، يعلمنا الأبطال أن رحلتهم هي رحلة البشر. يعتقد جوزيف كامبل أن رحلة الأبطال توازي مراحل تطور البشرية. كل الشباب منقادون خارج العالم المعروفون الآمن باتجاه العالم الحقيقي المخيف. الطبيب النفسي إيريك إريكسون يقول إن مراحل تطور الإنسان تشير إلى البطل في حياتنا، حيث يندفع الشباب إلى صقل مهاراتهم وقدراتهم وانتقاء هوية تميزهم. أما كبار السن فيصلون إلى مرحلة الإبداع والإنتاج الذاتي، وهذا الشيء عرفه لنا إريك بأنه رغبة الأشخاص بإبداع أشياء تخلدهم، وهكذا يقدمون للمجتمع شيئا من رد جميله عليهم. تعلمنا قصص الأبطال أننا كلنا مؤهلون للتطوير والتنمية لنكمل حياتنا مثل رحلة بطل. رابعا، الأبطال يساعدوننا على تطوير الذكاء العاطفي. المحلل النفسي برونو بيتلهيم يعتبر أن القصص الخيالية للأطفال مفيدة بمجرد
مساعدة الأشخاص عامة والأطفال خاصة على فهم التجربة العاطفية. أبطال هذه القصص الخيالية عادة ما يتعرضون للظلم في مواجهة الساحرات أو مواجهة الأشرار، ويتعرضون للإهمال وسوء المعاملة والموت. يستطيع الشخص الذي سمع هذه القصص أن يطور استراتيجية ليلاقي الحلول لمخاوفه وهمومه. يعتقد بيتلهيم أن القصص المؤلمة من الممكن أن تعطينا مشاعر مربكة، ومن الممكن أن تعطي الناس شعوراً أكبر عن المعنى الحقيقي للحياة وغايتها، حيث إن الظلم في قصص الأطفال يسمح لهم بالنمو عاطفياً، وهذا الشيء ينمي ذكائهم العاطفي ويجهزهم لمواجهة تحديات مرحلة البلوغ. بالخاتمة نقول: الأبطال يعطوننا أكثر من مجرد مصدر للإلهام، هم معلمون لنا، حيث إنهم يكشفون لنا أسرار الإمكانيات البشرية عن طريق توضيح نماذج معقدة من الحقائق الحياتية، وعن طريق رفع الذكاء العاطفي، وعن طريق كشف كيف من الممكن أن تكون رحلتنا رحلة الأبطال. الحكمة التي من الممكن أن نستفيدها من الأبطال ستساعدنا على النجاح كبشر، وهيك صار فيني يقول كل إنسان فينا ممكن يتعلم من الأبطال ويكون بطل برحلته. أنا بعتبر أنه كلنا أبطال، بس أنت هل بتعتبر حالك بطل؟ مين بيعرف؟ يمكن تكون بالأيام مصدر إلهام لغيرك. عيش على هالأساس.